البخلاء لأبي عثمان بن بحر الجاحظ. كتاب البخلاء هو من أبرز وأهم مؤلفات أبي عثمان بن بحر الجاحظ، وهو واحد من طليعة كتاب وأدباء العصر العباسي، وتصل مؤلفاته إلى أكثر من 170 كتابا في شتى العلوم والفنون والأدب. في كتاب البخلاء يعرض الجاحظ لبخلاء عصره من أمثال سهل بن هارون والكندي وابن غزوان والحارثي وغيرهم في غير تصنع ولا مدراء، فهو يحاول دائما أن يجعل الأدب صورة من الواقع، ولذلك نجده لا يستعين في كتابته عن البخلاء بالتاريخ أو ذاكرة الماضي، إنما يستعين بمفكرة الحاضر والعصر الذي يعيش فيه، وقد عرف كيف ينقله إلينا بجميع طبقاته وأفراده وملامحهم وخصائصهم النفسية بأسلوب بالغ الدقة والفكاهة والواقعية. تولاك الله بحفظه وأعانك على شكره ووفقك لطاعته وجعلك من الفائزين برحمته. ذكرت حفظك الله أنك قرأت كتابي في تصنيف حيل لصوص النهار وفي تفصيل حيل سراق الليل، وأنك سددت به كل خلل وحصنت به كل عورة، وتقدمت بما أفادك من لطائف الخدع ونبهك عليه من غرائب الحيل فيما عسى أن يبلغه كيد ولا يحوزه مكر. ذكرت أن موقع نفعه عظيم وأن التقدم في درسه واجب، وقلت أذكر لي نوادر البخلاء واحتجاج الأشحاء وما يجوز من ذلك في باب الهزل وما يجوز منه في باب الجد، لأجعل من الجد مستراحا ومن الراحة جماما، فإن للجد كدا يمنع من معاودته، ولابد لمن التمس نفعه من مراجعته. وذكرت ملح الخزامي واحتجاج الكندي ورسالة سهل بن هارون وكلام ابن غزوان وخطبة الحارثي وكل ما حضرني من أعاجيبهم وأعاجيب غيرهم، ولما سموا البخل صلاحا والشح اقتصادا، ولما حاموا على المنع ونسبوه إلى الحزم، ولما نصبوا للمواساة وقرنوها بالتضيع، ولما جعلوا الجود سرفا والأثرة جهلا، ولما زهدوا في الحمد وقل احتفالهم في الذم، ولما استضعفوا من هش للذكر، ولما حكموا بالقوة لمن لا يميل إلى الثناء ولا ينحرف عن هجاء، ولما احتجوا بشظف العيش على لينه وبحلوه على مره، ولما لم يستحيوا من رفض الطيبات في رحالهم مع استهتارهم بها في رحال غيرهم، ولما اختاروا ما يوجب ذلك الاسم مع أنفتهم من ذلك الاسم، ولما رغبوا في الكسب مع زهدهم في الإنفاق، ولما عملوا في الغنى عمل الخائف من زوال الغنى ولم يفعلوا في الغنى عمل الراجي لدوام الغنى، ولما وفروا نصيب الخوف وبخسوا نصيب الرجاء مع طول السلامة وشمول العافية، والمعافى أكثر من المبتلى وليست الحوائج أقل من الفوائد. وقلت فبين لي ما الشيء الذي خبل عقولهم وأفسد أذهانهم وأغشى تلك الأبصار ونقض ذلك الاعتدال، وما الشيء الذي له عاند الحق وخالف الأمم، وما هذا التركيب المتضاد والمزاج المتنافي، وما هذا الغباء الشديد الذي إلى جنبه فطنة عجيبة
وما هذا السبب الذي خفي به الجليل الواضح وأدرك به الدليل الغامض؟ وقلت: وليس عجبي ممن خلع عذاره في البخل وأبدى صفحته للذم ولم يرضى من القول إلا بمقارعة الخصم، ولا من الاحتجاج إلا بما رسم في الكتب، ولا عجبي من مغلوب على عقله مسخر لإظهار عيبه، كعجبي ممن قد فطن وعرف إفراط شحه وهو في ذلك يجاهد نفسه ويغالب طبعه، ولربما ظن أن قد فطن له وعرف ما عنده. وبعد، فما باله يفطن لعيوب الناس إذا أطعموه، ولا يفطن لعيب نفسه إذا أطعمهم، وإن كان عيبه مكشوفا وعيب من أطعمهم مستورا. ولما سخت نفس أحدهم بالكثير من التبر وشحت بالقليل من الطعم، وقد علم أن الذي منع يسير في جنب ما بذل، وأنه لو شاء أن يحصل بالقليل مما جاد به أضعاف ما بخل به كان ذلك عتيدا أو يسيرا موجودا. فأما ما سألت من احتجاج الأشحاء ونوادر أحاديث البخلاء، فسأوجدك ذلك في قصصهم إن شاء الله تعالى مفرقا، وفي احتجاجاتهم مجملا، فهو أجمع لهذا الباب من وصف ما عندي دون ما انتهى إلي من أخبارهم على وجهها. وعلى أن الكتاب أيضا يصير أقصر ويصير العار فيه أقل، وقد كتبنا لك أحاديث كثيرة مضافة إلى أربابها، وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى أربابها، إما بالخوف منهم وإما بالإكرام لهم. ولولا أنك سألتني هذا الكتاب لما تكلفته، ولما وضعت كلامي موضع الضيم والنقمة، فإن كانت لائمة أو عجز فعليك، وإن كان عذر فلي دونك. رسالة سهل بن هارون إلى بني عمه حين ذموا مذهبه في البخل وتتبعوا كلامه في الكتب. أصلح الله أمركم وجمع شملكم وعلمكم الخير وجعلكم من أهله. قال الأحنف بن قيس: يا معشر بني تميم، لا تسرعوا إلى الفتنة، فإن أسرع الناس إلى القتال أقلهم حياء من الفرار. وقد كانوا يقولون: إذا أردت أن ترى العيوب جمة فتأمل عيابا، فإنه إنما يعيب بفضل ما فيه من العيب، وأول العيب أن تعيب ما ليس بعيب، وقبيح أن تنهي عن مرشد أو تغري بمشفق. وما أردنا بما قلنا إلا هدايتكم وتقويمكم، وإلا إصلاح فسادكم وإبقاء النعمة عليكم. ولئن أخطأنا سبيل إرشادكم فما أخطأنا سبيل حسن النية فيما بيننا وبينكم. ثم قد تعلمون أن ما أوصيناكم إلا بما قد اخترناه لأنفسنا قبلكم، وشهرنا به في الآفاق دونكم، فما كان أحقكم في تقديم حرمتنا بكم أن ترعوا حق قصدنا بذلك إليكم وتنبيهنا على ما أغفلنا من واجب حقكم. فلا العذر المبسوط بلغتم، ولا بواجب الحرمة قمتم. ولو كان ذكر العيوب برا وفضلا لرأينا أن في أنفسنا عن ذلك شغلا، وإن من أعظم الشقوة وأبعد السعادة ألا يزال يتذكر زلل المعلمين ويتناسى سوء استماع المتعلمين، ويستعظم غلط العاذلين ولا يحفل بتعمد المعذولين. عبتموني بقولي لخادمي: أجيدي عجنه خميرا كما أجدته فطيرا، ليكون أطيب لطعمه وأزيد في ريعه. وعبتم علي قولي: من لم يعرف مواقف السرف في الموجود الرخيص لم يعرف مواقع الاقتصاد في الممتنع الغالي. فلقد أتيت من ماء الوضوء بكيلة يدل حجمها على مبلغ الكفاية وأشف من الكفاية، فلما صرت إلى تفريق أجزائه على الأعضاء
وإلى التوفير عليها من وظيفة الماء وجدت في الأعضاء فضلا عن الماء، فعلمت أن لو كنت مكنت الاقتصاد في أوائله ورغبت عن التهاون به في ابتدائه لخرج آخره على كفاية أوله، ولكان نصيب العضو الأول كنصيب الآخر، فعبتموني بذلك وشنعتموه بجهدكم وقبحتموه. وعبتموني حين قلت للغلام إذا زدت في المرق فزد في الإنضاج لتجمع بين التأدم في اللحم والمرق ولتجمع مع الارتفاق بالمرق الطيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا طبختم لحما فزيدوا في الماء، فإن لم يصب أحدكم لحما أصاب مرقا. وعبتموني بخصف النعال وبتصدير القميص، وحين زعمت أن المخصوفة أبقى وأوطأ وأوقى وأنفى للكبر وأشبه بالنسك، وأن الترقيع من الحزم، وأن الاجتماع مع الحفظ، وأن التفرق مع التضيع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويلطع إصبعه ويقول لو أتيت بذراع لأكلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. ولقد لفقت سعدة بنت عوف إزار طلحة وهو جواد قريش وهو طلحة الفياض، وكان في ثوب عمر رقاع أدم، وقال من لم يستحي من الخلال خفت مؤنته وقل كبره. وقالوا لا جديد لمن لا يلبس الخلق. وعبتموني حين قلت لا يغترن أحد بطول عمره وتقوس ظهره ورقة عظمه ووهن قوته أن يرى أكرومته، ولا يحرجه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحويله إلى ملك غيره وإلى تحكيم السرف فيه وتسليط الشهوات عليه، فلعله أن يكون معمرا وهو لا يدري، وممدودا له في السن وهو لا يشعر، ولعله أن يرزق الولد على اليأس، أو يحدث عليه بعض مخبيات الظهر مما لا يخطر على البال ولا تدركه العقول، فيسترد ممن لا يرده ويظهر الشكوى إلى من لا يرحمه لضعف ما كان عن الطلب وأقبح ما يكون به الكسب. فعبتموني بذلك. وعبتموني حين زعمت أني أقدم المال على العلم، لأن المال به يغاث العالم، وبه تقوم النفوس قبل أن تعرف فضيلة العلم، وأن الأصل أحق بالتفضيل من الفرع. وأني قلت وإن كنا نستبين الأمور بالنفوس فإنا بالكفاية نستبين وبالخلة نعمى. وقلتم كيف تقول هذا وقد قيل لرئيس الحكماء ومقدم الأدباء العلماء أفضل أم الأغنياء؟ قال بل العلماء. قيل فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء بفضل العلم؟ فقلت حالهما هي القاضية بينهما، وكيف يستوي شيء ترى حاجة الجميع إليه وشيء يغنى بعضهم فيه عن بعض؟ وعبتموني حين قلت إن فضل الغنى على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون في الدار، إن احتيج إليها استعملت، وإن استغني عنها كانت عدة. وكان هشام يقول ضع الدرهم على الدرهم يكون مالا. ونهى أبو الأسود الدؤلي وكان حكيما أديبا داهيا أربا عن وجودكم هذا الموجد وكرمكم هذا المستحدث، فقال لابنه إذا بسط الله لك في الرزق فابسط، وإذا قبض فاقبض، ولا تجاود الله فإن الله أجود منك. وقال درهم من حل يخرج في حق خير من 10,000 قبضا. وقال ثمامة لم أرى الديك في بلدة قط إلا وهو لاقط يأخذ الحبة بمنقاره ثم يلفظها قدام الدجاجة إلا ديك تمر، فإني رأيت ديك تمر تسلب الدجاج ما في مناقيرها من الحب. قال
فعلمت أن بخلهم شيء في طبع البلاد وفي جواهر الماء، فمن ثم عم جميع حيوانهم. حدثني مويس بن عمران قال: قال رجل منهم لصاحبه وكان متزاملين وإما مترافقين: لما لا نتطاعم؟ فإن يد الله مع الجماعة وفي الاجتماع البركة. وما زالوا يقولون: طعام الاثنين يكفي لثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. فقال له صاحبه: لولا أعلم أنك آكل مني لأدخلت لك هذا الكلام في باب النصيحة. ومن أعجيب أهل مرو ما سمعناه من مشائخنا على وجه الدهر، وذلك أن رجلا من أهل مرو كان لا يزال يحج ويتجر، وينزل على رجل من أهل العراق فيكرمه ويكفيه مؤونته، ثم كان كثيرا ما يقول لذلك العراقي: ليت أني قد رأيتك بمرو حتى أكافيك لقديم إحسانك وما تجدد لي من البر في كل قدمة، فأما ها هنا فقد أغناك الله عني. قال: فعرضت لذلك العراقي بعد دهر طويل حاجة في تلك الناحية، فكان مما هون عليه مكابدة السفر ووحشة الاغتراب مكان المروزي هناك، فلما قدم مضى نحوه في ثياب سفره وفي عمامته وقلنسوته وكسائه ليحط رحله عنده كما يصنع الرجل بثقته وموضع أنسه. فلما وجده قاعدا في أصحابه أكب عليه وعانقه، فلم يره أثبته ولا سأل به سؤال من رآه قط. قال في نفسه: لعل إنكاره إياي لمكان القناع، فرمى بقناعه وابتدأ مساءلته فكان له أنكر، فقال: لعله أن يكون إنما أوتي من قبل العمامة، فنزعها ثم انتسب وجدد مسألته فوجده أشد ما كان إنكارا. قال: فلعله إنما أوتي من قبل القلنسوة. وعلم المروزي أنه لم يبق شيء يتعلق به المتغافل والمتجاهل، فقال: لو خرجت من جلدك لم أعرفك. حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن السيار النظام قال: قلت مرة لجار كان لي من أهل خراسان: أعرني مقلاكم فإني أحتاج إليه. قال: قد كان لنا مقلا ولكنه سرق، فاستعرت من جار لي آخر، فلم يلبث الخرساني أن سمع نشيش اللحم في المقلى وشم الطباهج، فقال لي كالغضب: ما في الأرض أعجب منك، لو كنت خبرتني أنك تريده للحم أو لشحم لوجدتني أسرع، إنما خشيتك تريده للباقلي، وحديد المقلى يحترق إذا كان الذي يقلى فيه ليس بدسم، وكيف لا أعيرك إذا أردت الطباهج، والمقلى بعد الرد من الطباهج أحسن حالا منه وهو في البيت. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السيار النظام: دعانا جار لنا فأطعمنا تمرا وسمنا سلاء، ونحن على خوان ليس عليه إلا ما ذكرت، والخراساني معنا يأكل، فرأيته يقطر السمن على الخوان حتى أكثر من ذلك، فقلت لرجل إلى جنبي: ما لأبي فلان يضع سمن القوم ويسيء المؤاكلة ويغرف فوق الحق؟ قال: وما عرفت علته؟ قلت: لا والله. قال: الخوان خوانه، فهو يريد أن يدسمه ليكون كالدبغ له، ولقد طلق امرأته وهي أم أولاده لأنه رآها غسلت خوانا له بماء حار فقال لها: هل مسحته؟ وقال أبو نواس: كان معنا في السفينة ونحن نريد بغداد رجل من أهل خراسان، وكان من عقلائهم وفهمائهم، وكان يأكل وحده، فقلت له: لما تأكل وحدك؟ قال: ليس علي في هذا الموضع مسألة، إنما المسألة على من أكل مع الجماعة، لأن ذلك هو التكلف، وأكلي وحدي
هو الأصل، وأكلي مع غيري زيادة في الأصل. ومثل هذا الحديث ما حدثني به محمد بن بشير عن وال كان بفارس اسمه خالد أخو مهرويه، وربما كان غيره. قال: بينا هو يوما في مجلس وهو مشغول بحسابه وأمره وقد احتجب جهده، إذ نجم شاعر من بين يديه فأنشده شعرا مدحه فيه وقرضه ومجده، فلما فرغ قال: قد أحسنت. ثم أقبل كاتبه فقال: أعطه 10,000 درهم. ففرح الشاعر فرحا قد يستطار له، فلما رأى حاله قال: وإني لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع، اجعلها 20,000 درهم. وكاد الشاعر يخرج من جلده، فلما رأى فرحه قد تضاعف قال: وإن فرحك لا يتضاعف على قدر تضاعف القول، أعطه يا فلان 40,000. فكاد الفرح يقتله. فلما رجعت إليه نفسه قال له: أنت جعلت فداك رجل كريم، وأنا أعلم أنك كلما رأيتني قد ازددت فرحا زدتني في الجائزة، وقبول هذا منك لا يكون إلا من قلة الشكر له. ثم دعا له وخرج. قال: فأقبل عليه كاتبه فقال: سبحان الله، هذا كان يرضى منك 40 درهما تأمر له 40,000 درهم. قال: ويلك، وتريد أن تعطيه شيئا؟ قال: ومن إنفاذ أمرك بد. قال: يا أحمق، إنما هذا رجل سرنا بكلام وسررناه بكلام، هو حين زعم أني أحسن من القمر وأشد من الأسد، وأن لساني أقطع من السيف، وأن أمري أنفذ من السنان، جعل في يدي من هذا شيئا؟ ألسنا نعلم أنه قد كذب؟ ولكنه قد سرنا حين كذب لنا، فنحن أيضا نسره بالقول ونأمر له بالجوائز، وإن كان كذبا فيكون كذب بكذب وقول بقول، فأما أن يكون كذب بصدق وقول بفعل فهذا هو الخسران الذي ما سمعت به. وحكى أبو إسحاق إبراهيم بن السيار النظام عن جاره المروزي أنه كان لا يلبس خفا ولا نعلا إلى أن يذهب النبق اليابس لكثرة النوى في الطريق والأسواق. قال: ورآني مرة مصصت قصب سكر، فجمعت ما مصصت ماء لأرمي به، فقال: إن كنت لا تنور لك ولا عيال فهبه لمن له تنور وعليه عيال، وإياك أن تعود نفسك هذه العادة في أيام خفة ظهرك، فإنك لا تدري ما يأتيك من العيال. قصة زبيدة بن حميد. وأما زبيدة بن حميد الصيرفي فإنه استلف من بقال كان على باب داره 2 درهم وقيراطا، فلما قضاه بعد 6 أشهر قضاه 2 درهم و3 حبات شعير، فاغتاظ البقال فقال: سبحان الله، أنت رب 100,000 دينار وأنا بقال لا أملك 100 فلس، وإنما أعيش بكدي وباستفضال الحبة والحبتين، صاح على بابك حمال والمال لم يحضرك، وغاب وكيلك فنقدت عنك 2,000,004 شعيرات، فقضيتني بعد 6 أشهر 2,000,003 شعيرات. فقال زبيدة: يا مجنون، أسلفتني في الصيف فقضيتك في الشتاء، وثلاث شعيرات شتوية ندية أرزن من 4 شعيرات يابسة صيفية، أشك أن معك فضلا. وسكر زبيدة ليلة فكسى صديقا له قميصا، فلما صار القميص على النديم خاف البدوات، وعلم أن ذلك منها فوات السكر، فمضى من ساعته إلى منزله فجعله برشكانا لامرأته، فلما أصبح سأل عن القميص وتفقده، فقيل له: إنك قد كسوته فلانا. فبعث إليه ثم أقبل عليه فقال:
ما علمت أن هبة السكران وشراءه وبيعه وصدقته وطلاقه لا يجوز؟ وبعد، فإني أكره ألا يكون لي حمد وأن يواجه الناس هذا مني على السكر، فرده علي حتى أهابه لك صاحيا عن طيب نفس، فإني أكره أن يذهب شيء من مالي باطلا. فلما رآه قد صمم أقبل عليه فقال: يا هناه، إن الناس يمزحون ويلعبون ولا يؤاخذون بشيء من ذلك، فرد القميص عافاك الله. قال له الرجل: إني والله قد خفت هذا بعيني، فلم أضع جنبي إلى الأرض حتى جيبته لامرأتي، وقد زدت في الكمين وحذفت المقاديم، فإن أردت بعد هذا كله أن تأخذه فخذه. فقال: نعم آخذه، لأنه يصلح لامرأتي كما يصلح لامرأتك. قال: فإنه عند الصباغ فهاته. قال: ليس أنا من أسلمته إليه. فلما علم أنه قد وقع قال: بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: جمع الشر كله في بيت وأغلق عليه، فكان مفتاحه السكر. الكتاب المسموع البخلاء لأبي عثمان بن بحرم الجاحظ. قصة أهل البصرة من المسجديين. قال أصحابنا من المسجديين: اجتمع ناس في المسجد ممن ينتحل الاقتصاد في النفقة والتنمية للمال من أصحاب الجمع والمنع، وقد كان هذا المذهب صار عندهم كالنسب الذي يجمع على التحاب، وكالحلف الذي يجمع على التناصر، وكانوا إذا التقوا في حلقهم تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه التماسا للفائدة واستمتاعا بذكره. فقال شيخ منهم: ماء بئرنا كما قد علمتم ملح أجاج، لا يقربه الحمار ولا تسيغه الإبل، وتموت عليه النخل، والنهر منا بعيد، وفي تكلف العذب علينا مؤنة، فكنا نمزج منه للحمار فاغتسل منه وانتفض علينا من أجله، فصرنا بعد ذلك نسقيه العذب صرفا، وكنت أنا والنعجة كثيرا ما نغتسل بالعذب مخافة أن يعتري جلودنا منه مثل ما اعترى جوف الحمار، فكان ذلك الماء العذب الصافي يذهب باطلا. ثم انفتح لي فيه باب من الإصلاح، فعمدت إلى ذلك المتوضأ فجعلت في ناحية منه حفرة وصهرجتها وملستها حتى صارت كأنها صخرة منقورة، وصوبت إليها المسيل، فنحن الآن إذا اغتسلنا صار الماء إليها صافيا لم يخالطه شيء، والحمار أيضا لا تقزز له من ماء الجنابة، وليس علينا حرج في سقيه منه، وما علمنا أن كتابا حرمه ولا سنة نهت عنه، فربحنا هذه منذ أيام، وأسقطنا مؤنة على النفس، والمال مال القوم، وهذا بتوفيق الله ومنه. فأقبل عليهم شيخ فقال: هل شعرتم بموت مريم الصناع؟ فإنها كانت من ذوات الاقتصاد، وكانت صاحبة إصلاح. قالوا: فحدثنا عنها. قال: نوادرها كثيرة وحديثها طويل، ولكني أخبركم عن واحدة فيها كفاية. قالوا: وما هي؟ قال: زوجت ابنتها وهي بنت 12، فحلتها الذهب والفضة، وكستها المروية والوشية والقز والخز، وعلقت المعصفر، ودقت الطيب، وعظمت أمرها في عين الختن، ورفعت من قدرها عند الأحماء. فقال لها زوجها: أنى لك هذا يا مريم؟ قالت: هو من عند الله. قال: دعي عنك الجملة وهات التفسير، والله ما كنت ذا مال قديما ولا ورثته حديثا، وما أنت بخائنة في نفسك ولا في مال بعلك، إلا أن تكوني قد وقعت على كنز،
وكيف قد وقعت على كنز، وكيف دار الأمر، فقد أسقطت عني مؤنة وكفيتني هذه النائبة. فقالت: اعلم أني منذ يوم ولدتها إلى أن زوجتها كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة، وكنا كما قد علمت نخبز في كل يوم مرة، فإذا اجتمع من ذلك مكوك بعته. قال: ثبت الله رأيك وأرشدك، ولقد أسعد الله من كنت له سكنا، وبارك لمن جعلت له إلفا. ولهذا وشبهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذود إلى الذود إبل، وإني لأرجو أن يخرج ولدك على عرقك الصالح وعلى مذهبك المحمود. وما فرحي بهذا منك بأشد من فرحي بما يثبت الله بك في عقبي من هذه الطريقة المرضية. فنهض القوم بأجمعهم إلى جنازتها وصلوا عليها، ثم انكفوا إلى زوجها فعزوه على مصيبته وشاركوه في حزنه. ثم اندفع شيخ منهم فقال: يا قوم، لا تحقروا صغار الأمور، فإن أول كل كبير صغير، ومتى شاء الله أن يعظم صغيرا عظمه، وأن يكثر قليلا كثره. وهل بيوت الأموال إلا درهم إلى درهم؟ وهل الذهب إلا قيراط إلى جنب قيراط؟ وهل اجتمعت أموال بيوت الأموال إلا بدرهم منها هنا ودرهم منها هنا؟ قال القوم: قد مرت بنا اليوم فوائد كثيرة. ولهذا قال الأول: مذاكرة الرجال تنقح الألباب. ثم اندفع شيخ منهم فقال: لم أر في وضع الأمور مواضعها وفي توفيتها غاية حقوقها كمعاذة العنبرية. قالوا: وما شأن معاذة هذه؟ قال: أهدى إليها العام ابن عم لها أضحية، فرأيتها كئيبة حزينة مفكرة مطرقة، فقلت لها: ما لك يا معاذة؟ قالت: أنا امرأة أرملة وليس لي قيم، ولا عهد لي بتدبير لحم الأضاحي، وقد ذهب الذين كانوا يدبرونه ويقومون بحقه، وقد خفت أن يضيع بعض هذه الشاه، ولست أعرف وضع جميع أجزائها في أماكنها، وقد علمت أن الله لم يخلق فيها ولا في غيرها شيئا لا منفعة فيه، ولكن المرء يعجز لا محالة، ولست أخاف من تضييع القليل إلا أنه يجر تضييع الكثير. أما القرن فالوجه فيه معروف، وهو أن يجعل فيه كالخطاف، ويسمر في جذع من جذوع السقف، فيعلق عليه كل ما خيف عليه من الفأر والنمل والسنانير وبنات وردان والحيات وغير ذلك. وأما المصران فإنه لأوتار المندفة، وبنا إلى ذلك أعظم الحاجة. وأما قحف الرأس واللحيان وسائر العظام فسبيله أن يكسر بعد أن يعرق ثم يطبخ، فما ارتفع من الدسم كان للمصباح وللإدام وللعصيدة ولغير ذلك. ثم تؤخذ تلك العظام فيوقد بها، فلم يرى الناس وقودا قط أصفى ولا أحسن لهبا منه. وإذا كانت كذلك فهي أسرع في القدر لقلة ما يخالطها من الدخان. وأما الإهاب فالجلد نفسه جراب، وللصوف وجوه لا تدفع، وأما الفرث والبعر فحطب إذا جفف عجيب. ثم قالت: بقي علينا الانتفاع بالدم، وقد علمت أن الله عز وجل لم يحرم من الدم المسفوح إلا أكله وشربه، وأن له مواضع يجوز فيها ولا يمنع منها، وإن أنا لم أقع على علم ذلك حتى يوضع موضع الانتفاع به، صار كية في قلبي وقذا في عيني وهما لا يزال يعاودني. فلم ألبث أن رأيتها قد تطلقت وتبسمت، فقلت: ينبغي أن يكون قد انفتح لك باب الرأي في الدم. قالت: أجل، ذكرت أن عندي قدورا شامية جددا، وقد زعموا أنه ليس شيء أدبغ ولا أزيد في قوتها من التلطيخ بالدم الحار للدسم، وقد استرحت الآن إذ وقع كل شيء موقعة. قال: ثم لقيتها بعد 6 أشهر فقلت لها: كيف كان قديد تلك الشاة؟
قالت: بأبي أنت، لم يجئ وقت القديد بعد، لنا في الشحم والإلية والجنوب والعظم المعرق وغير ذلك معاش، ولكل شيء أوان. فقبض صاحب الحمار والماء العذب قبضة من حصن، ثم ضرب بها الأرض، ثم قال: لا تعلم أنك من المسرفين حتى تسمع بأخبار الصالحين. قصة ليلى مع عطية. وأما ليلى الناعطية فإنها ما زالت ترقع قميصا لها وتلبسه، حتى صار القميص الرقاع وذهب القميص الأول، ورفت كساءها ولبست حتى صارت لا تلبس إلا الرفو، وذهب جميع الكساء، وسمعت قول الشاعر: البس قميصك ما اهتديت لجيبه، فإذا أضلك جيبه فاستبدلي. فقالت: إني إذن لخرقاء، أنا والله أحوص الفتق وفتق الفتق وأرقع الخرق وخرق الخرق. ومن طياب البخلاء أحمد بن خلف اليزيدي، ترك أبوه في منزله يوم مات 2000 درهم وستمائة ألف درهم وأربعين ومائة ألف دينار، فاقتسمها هو وأخوه حاتم قبل دفنه، وأخذ أحمد وحده 1300 درهم وسبعين ألف دينار ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادة. فقلت له وقد ورث هذا المال كله: ما أبطأك الليلة؟ قال: لا والله، إني تعشيت البارحة في البيت. فقلت لأصحابنا: لولا أنه بعيد العهد بالأكل في بيته وأن ذلك غريب منه لما احتاج إلى هذا الاستثناء وإلى هذه الشريطة، وأين يتعشى الناس إلا في منازلهم؟ وإنما يقول الرجل عند مثل هذه المسألة: لا والله إلا أن فلانا حبسني، ولا والله إلا أن فلانا عزم علي. فأما ما يستثنى ويشترط فهذا ما لا يكون إلا على ما ذكرناه قبل. وقال لي مبتدئا مرة عن غير مشورة وعن غير سبب جرى: انظر أن تتخذ لعيالك في الشتاء من هذه المثلثة، فإنها عظيمة مبركة كثيرة النزل، وهي تنوب عن الغداء، ولها نفخة تغني عن العشاء، وكل شيء من الإحساء، فهو يغني عن طلب النبيذ وشرب الماء، ومن تحس الحار عرق، والعرق يبيض الجلد ويخرج من الجوف، وهي تملأ النفس وتمنع من التشهي، وهي أيضا تدفئ، فتقوم لك في أجوافهم مقام فحم الكانون من خارج، وحسو طارئ يغني عن الوقود وعن لبس الحشو. الوقود يسود كل شيء وييبسه، وهو سريع في الهضم، وصاحبه لم يدفئه شيء. فعليك يا أبا عثمان بالمثلثة، واعلم أنها لا تكون إلا في معرض للحريق، ويذهب في ثمنه المال العظيم، وشر شيء فيه أن من تعوده منازل المشيخة وأصحاب التجربة، فخذها من حكيم مجرب ومن ناصح مشفق. وكان لا يفارق منازل إخوانه، وإخوانه مخاصيب مناويب أصحاب نفح وترف، وكانوا يتحفونه ويدللونه ويفكهونه ويحكمونه، ولم يشكوا أنه سيدعوهم مرة وأن يجعلوا بيته نزهة ونشوة. فلما طال تغافله وطالت مدافعته وعرضوا له بذلك فتغافل، صرحوا له، فلما امتنع قالوا: اجعلها دعوة ليس لها أخت. فلما بلغ منه ومنهم المجهود، اتخذ لهم طعيما خفيفا شهيا مليحا لا ثمن له ولا مؤونة فيه، فلما أكلوا وغسلوا أيديهم أقبل عليهم فقال: أسألكم بالله الذي لا شيء أعظم منه، أنا الساعة أيسر وأغنى أو قبل أن تأكلوا طعامي؟ قالوا: ما نشك أنك حين كنت والطعام في ملكك أغنى وأيسر. قال: فأنا الساعة أقرب إلى الفقر أم تلك الساعة؟ قالوا:
بل أنت الساعة أقرب إلى الفقر. قال: فمن يلومني على ترك دعوة قوم قربوني من الفقر وباعدوني من الغنى، وكلما دعوتهم أكثر كنت من الفقر أقرب ومن الغنى أبعد. وفي قياسه هذا أن من رأيه أن يهجر كل من استسقاه شربة ماء أو تناول من حائط لبنة ومن خليط دابته عودا. وحدثني صاحب لي قال: دخلت على فلان ابن فلان وإذا المائدة موضوعة وإذا القوم قد أكلوا ورفعوا أيديهم، فمددت يدي لآكل فقال: أجهز على الجرحى ولا تتعرض للأصحاء. يقول: أعرض للدجاجة التي قد نيل منها وللفرخ المنزوع الفخذ، فأما الصحيح فلا تتعرض له، ولك الرغيف الذي قد نيل منه وأصابه بعض المرق. وقد قال لي هذا الرجل: أكلنا عنده يوما وأبوه حاضرا وبني له يجيء ويذهب فاختلف مرارا، كل ذلك يرانا نأكل. فقال الصبي: كم تأكلون؟ لا أطعم الله بطونكم. فقال أبوه وهو جد الصبي: ابني ورب الكعبة. حديث خالد بن يزيد. وهذا خالد بن يزيد مولى المهالبة، هو خالوي المكدي، وكان قد بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال التي لم يبلغها أحد، وكان ينزل في شق بني تميم فلم يعرفوه، فوقف عليه ذات يوم سائل وهو في مجلس من مجالسهم، فأدخل يده في الكيس ليخرج فلسا وفلوس البصرة كبار، فغلط بدرهم بغلي فلم يفطن حتى وضعه في يد السائل، فلما فطن استرده وأعطاه الفلس، فقيل له: هذا لا نظنه يحل، وهو بعد قبيح عند من؟ إني لم أجمع هذا المال بعقولكم فأفرقه بعقولكم، ليس هذا من مساكين الدراهم، هذا من مساكين الفلوس، والله ما أعرفه إلا بالفراسة. وهو الذي قال لابنه عند موته: إني قد تركت لك ما تأكله إن حفظته وما لا تأكله إن ضيعته، ولما ورثتك من العرف الصالح وأشهدتك من صواب التدبير وعودتك من عيش المقتصدين خير لك من هذا المال، وقد دفعت إليك آلة لحفظ المال عليك بكل حيلة، ثم إن لم يكن لك معين من نفسك لما انتفعت بشيء من ذلك، بل يعود ذلك النهي كله اعتزالا لك وذلك المنع تهجينا لطاعتك. إن هذا المال لم أجمعه من القصص والتكدية من احتيال النهار ومكايدة الليل، ولا يجمع مثله أبدا إلا من معاناة ركوب البحر، وقد عرفت الرأس حق معرفته وفهمت كسر الإكسير على حقيقته، ولست أرضاك وإن كنت فوق البنين، ولا أثق بك وإن كنت لاحقا بالأباء، لأني لم أبالغ في محبتك، فإن سلكت سبيلي صار مال غيرك وديعة عندك وصرت الحافظ على غيرك، وإن خالفت سبيلي صار مالك وديعة عند غيرك وصار غيرك الحافظ عليك، وإنك يوم تطمع أن تضيع مالك ويحفظه غيرك فجشع الطمع مخذول الأمل، وأنت غلام لسانك فوق عقلك وذكاؤك فوق حزمك، لم تعجمك الضراء ولم تزل في السراء، والمال واسع وذرعك ضيق، وليس شيء أخوف عليك عندي من حسن الظن بالناس، فإنهم شمالك على يمينك وسمعك على بصرك، وخف عباد الله على حسب ما ترجو الله، فأول ما وقع في روعي أن مالي محفوظ علي، وأن النماء لازم لي، وأن الله سيحفظ عقبي من بعدي. ومات من ساعته، وكفنه ابنه ببعض خلقاته وغسله بماء البئر ودفنه من غير أن يضرح له أو يلحد له، ورجع. فلما صار في المنزل
نظر إلى جرة خضراء معلقة، قال: أي شيء في هذه الجرة؟ قالوا: ليس اليوم فيها شيء. قال: فأي شيء كان فيها قبل اليوم؟ قالوا: سمن. قال: وما كان يصنع به؟ قالوا: كنا في الشتاء نلقي له في البرمة شيئا من دقيق نعمله له، فكان ربما برقه بشيء من سمن. قال: تقولون ولا تفعلون، السمن آخر العسل، وهل أفسد الناس أموالهم إلا في السمن والعسل؟ والله لولا أن للجرة ثمنا لما كسرتها إلا على قبره. قالوا: فخرج فوق أبيه، وما كنا نظن أن فوقه مزيدا. وصديق لنا آخر كنا قد ابتلينا بمؤاكلته، وقد كان ظن أن قد عرفناه بالبخل على الطعام، وهجس ذلك في نفسه، وتوهم أن قد تذاكرنا أمره، فكان يتزيد في تكثير الطعام في إظهار الحرص على أن يؤكل، حتى قال: من رفع يده قبل القوم غرمناه دينارا، وظاهر لائمته محتمل في رضا قلبه وما يرجو من نفع ذلك له. ولقد خبرني خباز لبعض أصحابنا أنه جلده على إنضاج الخبز، وأنه قال له: أنضج خبز الذي وضع بين يدي، واجعل خبز من يأكل معي على مقدار بين المقدرين، وأما خبز العيال والضيف فلا تقربنه من النار إلا بقدر ما يصير العجين رغيفا وبقدر ما يتماسك فقط. فكلفه العويص، فلما أعجزه ذلك جلده جلد الزاني الحر. فحدثت بهذا الحديث عبد الله العروضي فقال: ألم تعرف شأن الجدي؟ ضرب الشواء 80 صوتا لمكان الإنضاج، وذلك أنه قال له: ضع الجدي في التنور حين تضع الخوان حتى أستبطئك أنا في إنضاجه، وتقول أنت: بقي قليل، ثم تجيء أنا به وكأني قد أعجلتك. فإذا وضع بين أيديهم غير منضج احتسبت عليهم بإحضار الجدي، فإذا لم يأكلوه أعدته إلى التنور، ثم أحضرتناه الغد باردا، فيقوم الجدي الواحد مقام جديين. فجاء به الشواء يوم النضيجة فعمل فيه القوم، فجلده 80 جلدة جلد القاذف الحر. قصة أبي جعفر. لم أرى مثل أبي جعفر الطرطسي، زار قوما فأكرموه وطيبوه، وجعلوا في شاربه وسبلته غالية فحلك بها شفته العليا، فأدخل إصبعه فحتها من باطن الشفة مخافة أن يأخذ إصبعه من الغالية شيئا إذا حتها من فوق. وهذا وشبهه إنما يطيب جدا إذا رأيت الحكاية بعينك، لأن الكتاب لا يصور لك كل شيء، ولا يأتي لك على كنهه وعلى حدوده وحقائقه. قصة الخزامي. أما أبو محمد الخزامي عبد الله بن كاسب كاتب مؤنس وكاتب داود بن أبي داود، فإنه كان أبخل من برأ الله وأطيب من برأ الله، وكان له في البخل كلام. وأنه رآني مرة في 20 الأول وقد بكر البرد شيئا، فلبست كساء لي خفيفا قد نيل منه، فقال لي: ما أقبح الصرف بالعاقل وأسمج الجهل بالحكيم، ما ظننت أن إهمال النفس وسوء السياسة بلغ بك ما أرى. قلت: وأي شيء أنكرت منا منذ اليوم؟ وما كان هذا قولك فينا بالأمس؟ فقال: لبسك هذا الكساء قبل أوانه. قلت: وقد حدث من البرد بمقداره، ولو كان هذا البرد الحادث في تموز وآب لكان مناسبا لهذا الكساء. قال: إن كان ذلك كذلك
فاجعل بدل هذه المبطنة جبة محشوة، فإنها تقوم هذا المقام، تكون قد خرجت من الخطأ. فأما لبس الصوف اليوم فهو غير جائز. قلت: ولما؟ قال: غبار آخر الصيف يتداخله ويسكن في خلله، فإذا أمطر الناس وند الهواء وابتل كل شيء ابتل ذلك الغبار، وإنما الغبار تراب، إلا أنه لباب التراب، وهو مالح يتقبض عند ذلك عليه الكساء ويتكرش لأنه صوف، فينضم أجزاؤه عليه فيأكله أكل القادح، ويعمل فيه عمل السوس، ولهو أسرع فيه من الأرضة في الجزوع النجرانية. ولكن أخر لبسه حتى إذا أمطر الناس وسكن الغبار وتلبد التراب وحط المطر ما كان في الهواء من الغبار وغسله وصفاه، فالبسه حينئذ على بركة الله. قلت له مرة: قد رضيت بأن يقال عبد الله بخيل؟ قال: لا أعدمني الله هذا الاسم. قلت: وكيف؟ قال: لا يقال فلان بخيل إلا وهو ذو مال، فسلم إلي المال وادعني بأي اسم شئت. قلت: ولا يقال أيضا فلان سخي إلا وهو ذو مال، فقد جمع هذا الاسم الحمد والمال، واسم البخل يجمع المال والذم، فقد اخترت أخسهما وأوضعهما. قال: وبينهما فرق. قلت: فهاته. قال: في قولهم بخيل تثبيت لإقامة المال في ملكه، وفي قولهم سخي إخبار عن خروج المال من ملكه، واسم البخيل اسم فيه حفظ وذم، واسم السخي اسم فيه تضييع وحمد، والمال زاهر نافع مكرم لأهله معز. كنا مرة في موضع حشمة وفي جماعة كثيرة، والقوم سكوت والمجلس كبير، وهو بعيد المكان مني، وأقبل علي المكي والقوم يسمعون، فقال: يا أبا عثمان، من أبخل أصحابنا؟ قلت: أبو الهذيل. قال: ثم من؟ قلت: صاحب لنا لا أسميه. فقال الخزامي من بعيد: إنما يعنيني. ثم قال: حسدتم للمقتصدين تدبيرهم ونماء أموالهم ودوام نعمتهم، فالتمستم تهجينهم بهذا اللقب، وأدخلتم المكر عليهم بهذا النبذ، تظلمون المتلف لماله باسم الجود إدارة له عن شينه، وتظلمون المصلح لماله باسم البخل حسدا منكم لنعمته، فلا المفسد ينجو ولا المصلح يسلم. الكتاب المسموع البخلاء لأبي عثمان بن بحر الجاحظ. قصة الحارثي. قيل للحارثي بالأمس: والله إنك لتصنع الطعام فتجيده وتكثر منه وتعظم عليك النفقة، وإنك لتغالي بالخباز والطباخ والشواء والقباص، ثم أنت مع هذا كله لا تشهده عدوا لتغمه، ولا وليا فتسره، ولا جاهلا لتعرفه، ولا زائرا لتعظمه، ولا شاكرا لتثيبه، وأنت تعلم حين يتنحى من بين يديك ويغيب عن عينيك فقد صار نهبا مقسما ومتوزعا مستهلكا، فلو أحضرته من ينفع شكره ويبقى على الأيام ذكره، ومن يمتعك بالحديث الحسن والاستمتاع، ومن يمتد به الأكل ويقصر به الدهر، لكان ذلك أولى بك وأشبه بالذي قدمته يدك. وبعد، فلم تبيح مصون الطعام
لمن لا يحمدك، ومن إن حمدك لم يحسن أن يحمدك، ومن لا يفصل بين الشهي الغذي وبين الغليظ الزهم. قال: يمنعني من ذلك ما قال أبو الفاتك. قالوا: ومن أبو الفاتك؟ قال: قاضي الفتيان، وإني لم آكل مع أحد قط إلا رأيت منه بعض ما ذمه وبعض ما شنعه وقبحه، فشيء يقبح بالشطار، فما ظنك به إذا كان في أصحاب المرؤات وأهل البوتات؟ قال: فما قال أبو الفاتك؟ قال: قال أبو الفاتك: الفتى لا يكون نشالا ولا مرسالا ولا لكاما ولا مصاصا ولا نفاضا ولا دلاكا ولا مقورا ولا مغربلا ولا محلقا ولا مسوغا ولا مبلغا ولا مخضرا. فكيف لو رأى أبو الفاتك اللطاع والقطاع والنهاش والمداد والدفاع والمحول؟ والله إني لأفضل الدهقين حين عابوا الحسو وتفززوا من التعرق وبهرجوا صاحب التمشيش، وحين أكلوا بالبارجين وقطعوا بالسكين ولزموا عند الطعام السكتة وتركوا الخوض واختاروا الزمزمة. أنا والله أحتمل الضيف والضيفين، ولا أحتمل اللعموط ولا الجردبيل، والواغل أهون علي من الراشن، ومن يشك أن الوحدة خير من جليس السوء وأن جليس السوء خير من أكيل السوء، لأن كل أكيل جليس وليس كل جليس أكيلا، فإن كان لابد من المؤاكلة ولابد من المشاركة، فمع من لا يستأثر علي بالمخ ولا ينتهز بيضة البقيلة ولا يلتهم كبد الدجاجة ولا يبادر إلى دماغ رأس السلافة ولا يختطف كلية الجدي ولا يزدرد قانصة الكركي ولا يعرض لعيون الرؤوس ولا يستولي على صدور الدجاج ولا يسابق إلى أسقاط الفراخ ولا يتناول إلا ما بين يديه ولا يلاحظ ما بين يدي غيره ولا يشتهي الغرائب ولا يمتحن الإخوان بالأمور الثمينة ولا يهتك أستار الناس بأن يشتهي ما عسى ألا يكون موجودا. وكيف تصلح الدنيا وكيف يطيب العيش مع من إذا رأى جزورية التقط الأكباد والأسمنة، وإذا عاين بقرية استولى على المرق والقطنة، وإن أتوا بجنب شواء اكتسح كل شيء عليه، لا يرحم ذا سن لضعفه ولا يرق على حدث لحدة شهوته ولا ينظر للعيال ولا يبالي كيف دارت بهم الحال، وإن كان لابد من ذلك فمع من لا يجعل نصيبه في مالي أكثر من نصيبي. وهذا علي الإسوري أكل مع عيسى بن سليمان بن علي، فوضعت قدامهم سمكة عجيبة فائقة السمن، فحاط بطنها لحظة فإذا هو يكتنز شحما، وقد كان غص بلقمة وهو لمستسق، ففرغ من الشراب وقد غرف من بطنها كل إنسان منهم بلقمته غرفة، وكان عيسى ينتخب الأكلة ويختار منهم كل منهوم فيه ومفتون به. فلما على الإسواري الإخفاق وأشفق من الفوت وكان أقربهم إليه عيسى، استلب من يده اللقمة بأسرع من خطفة البازي وانحدار العقاب من غير أن يكون أكل عنده قبل مرته، فقيل له: ويحك، استلبت لقمة الأمير من يده وقد رفعها إليه وشحى لها فاه من غير مؤانسة ولا ممازحة سالفة. قال: لم يكن الأمر كذلك، وكذب من قال ذلك، ولكننا أهوينا أيدينا معا
فوقعت يدي في مقدم الشحمة ووقعت يده في مؤخر الشحمة معا، والشحم ملتبس بالأمعاء، فلما رفعنا أيدينا معا كنت أنا أسرع حركة، وكانت الأمعاء متصلة غير متباينة، فتحول كل شيء كان في لقمته بتلك الجذبة إلى لقمتي لاتصال الجنس بالجنس والجوهر بالجوهر، وأنا كيف أآكل أقواما يصنعون هذا الصنيع ثم يحتجون له بمثل هذه الحجج. وقال يوسف بن عمر لقوام موائده: أعظم الثريدة فإنها لقمة الدرداء، فقد يحضر طعامكم الشيخ الذي قد ذهب فمه، والصبي الذي لم ينبت فمه، وأطعموه ما تعرفون فإنه أنجح وأشفى للقوم. فقلتم: إنما أراد العجلة والراحة بسرعة الفراغ، وأن يكيدهم بالثريد ويملأ صدورهم بالعراق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الطعام الثريد. ولعظم صنعة الثريد في أعين قريش سموا عمرو بن عبد مناف بهاشم حين هشم الخبز واتخذ منه الثريد، حتى غلب عليه الاسم المشتق له من ذلك. وقال عوف بن القعقاع لمولاه: اتخذ لنا طعاما يشبع فضله أهل الموسم. قلتم: فلما رأى الخبز الرقاق والغلاظ والشواء والألوان واستطراف الناس اللون بعد اللون ودوام أكلهم لدوام الطرف، وأن ذلك لو كان لونا واحدا فكان أقل أكلهم، قال: فهلا جعلته طعام يد ولم تجعله طعام يدين؟ فقلتم: اتسع ثم ضاق حين أراد إطعامهم الثريد وكل ما يؤكل بيد دون يدين. والقعقاع عربي، كره لمولاه أن يرغب من طعام العرب إلى طعام العجم، وأراد دوام قومه على مثل ما كانوا عليه، وعلى أن الثروة تفسدهم، وأن الذي فتح عليهم من باب الترفه أشد عليهم مما غلق عليهم من باب فضول اللذة. وقد فعل عمر من جهة التأديب أكثر من ذلك، حين دعي إلى عرس فرأى قدرا صفراء وأخرى حمراء، واحدة مرة وأخرى حلوة، وواحدة محمضة، فكازها كلها في قدر عظيمة، وقال: إن العرب إذا أكلت هذا قتل بعضها بعضا. تفسير كلام أبي فاتك. أما قوله الفتى لا يكون نشالا، فالنشال عنده الذي يتناول من القدر ويأكل قبل النضج وقبل أن تنزل القدر ويتتام القوم. والمرسال رجلان، أحدهما إذا وضع في فمه لقمة هريسة أو ثريدة أرسلها في جوف حلقه إرسالا، والآخر هو الذي إذا مشى في أشب من فسيل أو شجر قبض على رأس السعفة أو على رأس الغصن لينتحيها عن وجهه، وإذا قضى وتره أرسلها من يده، فهي لا محالة تصك وجه صاحبه الذي يتلوه، لا يجفل بذلك ولا يعرف ما فيه. هذا تفسير ما ذكر الحارثي من كلام أبي فاتك. وكان بالكوفة رجل من بني عبد الله بن غطفان يسمى طفيلا، وكان أكثر الناس في طلب الولائم والأعراس، فقيل له لذلك طفيل العرائس، وصار ذلك له لقبا ولا يعرف بغيره، فصار كل من كانت تلك طعمته يقال له طفيلي. قصة الكندي.
حدثني عمرو بن نهيوى قال: كان الكندي لا يزال يقول للساكن، وربما قال للجار: إن في الدار امرأة بها حمل، والوحمة ربما أسقطت من ريح القدر الطيبة، فإذا طبختم فردوا شهوتها ولو بغرفة أو لعقة، فإن النفس يردها اليسير، فإن لم تفعل ذلك بعد إعلامي إياك فكفارتك إن أسقطت غرة عبد أو أمة، ألزمت ذلك نفسك أم أبيت؟ قال: فكان ربما يوافي إلى منزله من قصاع السكان والجيران ما يكفيه الأيام، وإن كان أكثرهم يفطن ويتغافل. وكان الكندي يقول لعياله: أنتم أحسن حالا من أرباب هذه الضياع، وإنما بكل بيت منهم لون واحد وعندكم ألوان. قال سعيد: نزلنا دار الكندي أكثر من سنة نروج له الكراء ونقضي له الحوائج ونفي له بالشرط. قلت: قد فهمت ترويج الكراء وقضاء الحوائج، فما معنى الوفاء بالشرط؟ قال: في شرط على السكان أن يكون له روث الدابة وبعر الشاة وبقايا العلوفة، وألا يخرجوا عظما ولا يخرجوا كساحة، وأن يكون له نوى التمر وقشور الرمان، والغرفة من كل قدر تطبخ للحبلى في بيته. وكان في ذلك يتنزل عليهم، فكانوا لطيبه وإفراط بخله وحسن حديثه يحتملون ذلك. قال معبد: فبينما أنا كذلك، إذ قدم ابن عم لي ومعه ابن له، إذا رقعة منه قد جاءتني، إن كان مقام هذين القادمين ليلة أو ليلتين احتملنا ذلك، وإن كان إطماع السكان في الليلة الواحدة يجر علينا الطمع في الليالي الكثيرة. فكتبت إليه: ليس مقامهما عندنا إلا شهرا أو نحوه. فكتب إلي: إن دارك بثلاثين درهما وأنتم ستة، لكل رأس خمسة، فإذا قد زدت رجلين فلا بد من زيادة خمستين، فالدار عليك من يومك هذا بأربعين. فكتبت إليه: وما يضرك من مقامهما وثقل أبدانهما على الأرض التي تحمل الجبال، وثقل مؤنتهما علي دونك، فاكتب إلي بعذرك لأعرفه. ولم أدري أني أهجم على ما هجمت وأني أقع منه فيما وقعت. فكتب إلي: الخصال التي تدعو إلى ذلك كثيرة، وهي قائمة معروفة، من ذلك سرعة امتلاء البالوعة وما في تنقيتها من شدة المؤنة، ومن ذلك أن الأقدام إذا كثرت كثر المشي على ظهور السطوح المطينة وعلى أرض البيوت المجصصة، والصعود على الدرج الكثيرة، فينقشر لذلك الطين وينقلع الجص وينكسر العتب مع انثناء الأجذاع لكثرة الوطأ وتكسرها لفرط الثقل. وعلى قدر كثرتهم يحتاجون من الخبيز والطبيخ ومن الوقود والتسخين، والنار لا تبقي ولا تذر، وإنما الدور حطب لها، وكل شيء فيها من متاع فهو أكل لها، فكم من حريق قد أتى على أصل الغلة، فكلفتم أهلها أغلظ النفقة، وربما كان ذلك عند غاية العسرة وشدة الحال، وربما تعدت تلك الجناية إلى دور الجيران وإلى مجاورة الأبدان والأموال. فلو ترك الناس حينئذ رب الدار وقدر بليته ومقدار مصيبته لكان عسى ذلك أن يكون محتملا، ولكنهم يتشاءمون به ولا يزالون يستثقلون ذكره ويكثرون من لائمته وتعنيفه. وزعمتم أنكم قد أحسنتم إلينا حين حثثتم الناس على الكراء
لما في ذلك من الرخاء والنماء، فأنتم لم تريدوا نفعا بترغيبهم في الكراء، بل إنما أردتم أن تضرونا بتزهيدكم في الشراء. وليس ينبغي أن يحكم على كل قوم إلا بسبيلهم وبالذي يغلب عليهم من أعمالهم. فهذه الخصال المذمومة كلها فيكم، وكلها حجة عليكم، وكلها داعية إلى تهمتكم وأخذ الحذر منكم. وقد أريناكم أن حكم النازلين كحكم المقيمين، وأن كل زيادة لها نصيب من الغلة. ولو تغافلت لك يا أخا أهل البصرة عن زيادة رجلين لم أبعدك على قدر ما رأيت منك أن تلزمني ذلك فيما يتبين، حتى يصير كراء الواحد ككراء الألف، وتصير الإقامة كالظعن والتفريغ كالشغل. وعلى أني لو كنت أمسكت عن تقاضيك وتغافلت عن تعريفك ما عليك لذهب الإحسان إليك باطلا إن كنت لا ترى للزيادة قدرا. وقال إسماعيل بن غزوان: لله در الكندي ما أحكمه وأحضر حجته وأنصح جيبه وأدوم طريقته. رأيته وقد أقبل على جماعة ما فيها إلا مفسد أو من يزين الفساد لأهله، ومن شاعر بوده أن الناس كلهم قد جازوا حد المسرفين إلى حدود المجانين، ومن صاحب تنقيع واستئصال، ومن ملاق متقرب. فقال: تسمون من منع المال من وجوه الخطأ وحصنه خوفا من الغيلة وحفظه إشفاقا من الذلة بخيلا، يريدون بذلك ذمه وشينه. وتسمون من جهل فضل الغنى ولم يعرف ذلة الفقر وأعطى في السرف وتهاون بالخطأ وابتذل النعمة وأهان نفسه بإكرام غيره جوادا، تريدون بذلك حمده ومدحه. قال إسماعيل: وسمعت الكندي يقول: إنما المال لمن حفظه، وإنما الغنى لمن تمسك به، ولحفظ المال بنيت الحيطان وغلقت الأبواب واتخذت الصناديق وعملت الأقفال ونقشت الرسوم والخواتيم ويعلم الحساب والكتاب. قال إسماعيل: وسمعته يقول: عجيب لمن قلت دراهمه كيف ينام، ولكن لا يستوي من لم ينم سرورا ومن لم ينم غما. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية المرء يوم فقره وحاجته وقبل أن يغرغر: الثلث والثلث كثير. فاستحسنت الفقهاء وتمنى الصالحون أن ننقص من الثلث شيئا لاستكثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث، ولقوله: إنك لئن تدع عيالك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرحم عيالنا إلا بفضل رحمته لنا، فكيف تأمرني أن أوثر أنفسكم على نفسي وأقدم عيالكم على عيالي، وأن أعتقد الثناء بدلا من الغنى، وأن أكثر الربح وأصطنع السراب بدلا من الذهب والفضة؟ قصة محمد بن علي المؤمل. قلت لمحمد بن علي المؤمل: أراك تطعم الطعام وتنفق المال وتجود به، وليس بين قلة الخبز وكثرته كثير ربح. الناس يبخلون من قل عدد خبزه ورأوا أرض خوانه، وعلى أني أرى جماجم من يأكل معك أكثر من عدد خبزك. وأنت لو لم تتكلف ولم تحمل على مالك بإجادته والتكثير منه ثم أكلت وحدك لم يلومك الناس ولم يكترثوا لذلك منك،
ولم يقضوا عليك بالبخل ولا بالسخاء، وعشت سليما موفورا، وكنت كواحد من عرض الناس. قال: يا ابن عثمان، أنت تخطئ، وخطأ العاقل أبدا يكون عظيما وإن كان في العذر قليلا، لأنه إذا أخطأ أخطأ بتفقه وإحكام، فعلى قدر التفكر والتكلف يبعد من الرشاد ويذهب عن سبيل الصواب. وما أشك أنك قد نصحت بمبلغ الرأي منك، ولكن خف ما خوفتك، وإنه مخوف، بل الذي أصنع أدل على سخاء النفس بالمأكول، وأدل على الاحتيال ليبالغوا، لأن الخبز إذا كثر على الموائد ورث ذلك النفس صدودا، ولأن كل شيء من المأكول وغير المأكول إذا ملأ العين ملأ الصدر، وفي ذلك موت الشهوة وتسكين الحركة. فلما حضر وقت الغداء صوت بغلامه، وكان ضخما جهير الصوت صاحب تقعير وتفخيم وتجديق، قال: يا مبشر، هات من الخبز تمام عدد الرؤوس. قلت: ومن فرض لهم هذه الفريضة؟ ومن جزم عليهم هذا الجزم؟ أرأيت إن لم يشبع أحدهم رغيفه، أليس لابد له من أن يعول على رغيف صاحبه، أو أن يتنحى وعليه بقية؟ فقد عاد الأمر وبطل ما تناظرنا فيه. قال: لا أعلم إلا أن ترك الطعام البتة أهون علينا من هذه الخصومة. وكان يقول: الإدام أعداء للخبز، وأعداها له المالح، فلولا أن الله انتقم منه وأعان عليه بطلب صاحبه الماء وإكثاره منه لظننت أنه سيأتي على الحرث والنسل. وكان مع هذا يقول: لو شرب الناس الماء على الطعام ما أتخموا، وأقلهم عليه شربا أكثرهم عنه تخما، وذلك أن الرجل لا يعرف مقدار ما أكل حتى ينال من الماء، وربما كان شبعان وهو لا يدري، فإذا نال من الماء شيئا بعد شيء عرفه ذلك مقدار الحاجات، فلم يزد إلا بقدر المصلحة. والأطباء يعلمون ما أقول حقا، ولكنهم يعلمون أنهم لو أخذوا بهذا الرأي لتعطلوا ولا ذهب المكسب، وما حاجة الناس إلى المعالجين إذا صحت أبدانهم. وكان إذا دخل عليه صديق له وقد عزم على إطعام الزائر والزائرين قبله وضاق صدره بالثالث، وإن كان قد دعاه وطلب إليه أراد أن يحتال له، أو الرابع إن ابتلي كل واحد منهما بصاحبه، فيقول عند أول دخوله وخلع نعله وهو رافع صوته بالتنويه وبالتشنيع: هات يا مبشر لفلان شيئا يطعم منه، هات له شيئا ينال منه، اتكالا على خجله أو غضبه أو أنفته، وطمعا في أن يقول: قد فعلت، فإن أخطأ ذلك الشقي وضعف قلبه وحصر وقال قد فعلت، وعلم أنه قد أحرزه وحصله وألقاه وراء ظهره، ولم يرضى بذلك حتى يقول: بأي شيء تغديت، فلا بد له من أن يكذب وأن ينتحل المعريض. فإذا استوثق منه رباطا وتركه لا يستطيع أن يترمرم، لم يرضى بذلك حتى يقول في حديث له: كنا عند فلان فدعاه إلى غدائه فامتنع، ثم بدا له فقال: في طعامكم بقيلة أنتم تجيدونها، ثم تناوله، فلا يزال يزيد في وثاقه وفي سد الأبواب عليه وفي منعه البدوات، حتى إذا بلغ الغاية قال: يا مبشر، أما إذا تغدى فلان واكتفى فهات لنا شيئا نعبث به. فإذا وضعوا الطعام أقبل على أشدهم حياء أو على أشدهم أكلا، فسأله عن حديث حسن أو عن خبر طويل، ولا يسأله إلا عن حديث يحتاج فيه إلى الإشارة باليد أو الرأس، كل ذلك ليشغله. فإذا هم أكلوا صدرا أظهر الفتور والتشاغل والتنفر كالشبعان الممتلئ،
وهو في ذلك غير رافع يده ولا قاطع أكله، إنما هو النتف بعد النتف وتعلق اليد خلال ذلك، فلابد من أن ينقبض بعضهم ويرفع يده، وربما شمل ذلك جماعتهم، فإذا علم أنه قد أحرزهم واحتال لهم حتى يقلعهم من مواضعهم من حول الخوان ويعيدهم إلى مواضعهم من مجالسهم، ابتدأ الأكل فأكل أكل الجائع المقرور وقال: إنما الأكل تارات والشرب تارات. الكتاب المسموع البخلاء لأبي عثمان بن بحر الجاحظ. قصة أسد بن جاني. أما أسد بن جاني فكان يجعل سريره في الشتاء من قصب مقشر، لأن البراغيث تزلق عن القصب لفرط لينه وملاسته، وكان إذا دخل الصيف وحر عليه بيته أثاره حتى يغرق المسحاه، ثم يصب عليه جرارا كثيرة من ماء البئر ويتوطأه حتى يستوي، فلا يزال ذلك البيت باردا ما دام نديا، فإذا امتد به الندى ودام برده بدوامه اكتفى بذلك التبريد صيفته، وإن جف قبل انقضاء الصيف وعاد عليه الحر عاد عليه بالأثارة والصب. وكان يقول: خيشتي أرض، وماء خيشتي من بئري، وبيتي أبرد، ومؤنتي أخف، وأنا أفضلهم أيضا بفضل الحكمة وجودة الآلة. قال الخليل السلولي: أقبل علي يوما الثوري وكان يملك 500 جريب ما بين كرسي الصدقة إلى نهر مرة، ولا يشتري إلا كل غرة وكل أرض مشهورة بكريم التربة وشرف الموضع والغلة الكثيرة. وكان يقول لعياله: لا تلقوا نوى التمر والرطب، وتعودوا ابتلاعه، وخذوا حلوقكم بتسويغه، فإن النوى يعقد الشحم في البطن ويدفئ الكليتين بذلك الشحم، واعتبروا ذلك ببطون الصفايا أي البهائم وجميع ما يعتلف النوى، والله لو حملتم أنفسكم على البذر والنوى وعلى قضم الشعير واعتلاف القت لوجدتموها سريعة القبول، وقد يأكل الناس القت مكسرا والشعير فريكا ونوى البسر الأخضر ونوى العجوة، فإنما بقيت الآن عليكم عقبة واحدة: لو رغبتم في الدفاع لالتمستم الشحم، وكيف لا تطلبون شيئا يغنيكم عن دخان الوقود وعن شناعة العسكر وعن ثقل الغرم؟ والشحم يفرح القلب ويبيض الوجه والنار تسود الوجه. أنا أقدر أن أبتلع النوى وأعلفه النساء، ولكني أقول ذلك بالنظر مني لكم. وكان يقول: كلوا الباقلي بقشوره، فإن الباقلي يقول: من أكلني بقشوري فقد أكلني، ومن أكلني بغير قشوري فأنا الذي آكله، فما حاجتكم إلى أن تصيروا طعاما لطعامكم وأكلا لما جعل أكلا لكم؟ وقد رأيته وسمعت منه في البخل كلاما كثيرا، وكان من البصريين في بغداد ينزل مسجد ابن رغبان، ولم أر شيخا ذا ثروة اجتمع عنده وإليه من البخلاء ما اجتمع له، منهم أبو عبد الرحمن، وكان شديد البخل شديد العارضة عض اللسان، وكان يحتج للبخل ويوصي به ويدعو إليه، وما علمت أن أحدا جرد في ذلك كتابا إلا سهل بن هارون. وأبو عبد الرحمن هذا هو الذي قال لابنه: أي بني، إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب الدوانيق،
وإنفاق الدوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم، وإنفاق الدراهم يفتح عليك أبواب الدنانير، والعشرات تفتح عليك أبواب المئين، والمئون تفتح عليك أبواب الألوف، حتى يأتي ذلك على الفرع والأصل، ويطمس على العين والأثر، ويحتمل القليل والكثير. أي بني، إنما صار تأويل الدراهم دار الهم، وتأويل الدينار يدني إلى النار. الدرهم إذا خرج إلى غير خلف وإلى غير بدل دار الهم على دوانق مخرجه. وقيل إن الدينار يدني إلى النار، لأنه إذا أنفقه في غير خلف وأخرج إلى غير بدل بقيت مخفقا معدما وفقيرا مبلطا، فيخرج الخارج وتدعوه الضرورة إلى المكاسب الردية والطعم الخبيثة، والخبيث من الكسب يسقط العدالة ويذهب بالمروءة ويوجب الحد ويدخل النار. وكان أبو عبد الرحمن يعجب بالرؤوس ويحمدها ويصفها، وكان لا يأكل اللحم إلا يوم أضحى أو من بقية أضحيته، أو أن يكون في عرس أو دعوة أو سفرة. وقد سمى الرأس عرسا لما يجتمع فيه من الألوان الطيبة، وكان يسميه مرة الجامع ومرة الكامل. ويقول الرأس سيد البدن وفيه الدماغ، وهو معدن العمل، ومنه يتفرق العصب الذي فيه الحس وفيه الدماغ، كما أن النفس هي المدركة، والعين هي باب الألوان، والنفس هي السامعة الذائقة. وإنما الأنف والأذن بابان، ولولا أن العقل في الرأس لما ذهب العقل من الضربة تصيبه، وفي الرأس الحواس الخمس. وكان يقول الناس لم يقولوا هذا رأس الأمر وفلان رأس الكتيبة، وهو رأس القوم وهم رؤوس الناس وخراطيمهم وأنفهم، ولم يشتقوا من الرأس الرياسة والرئيس، وقد رأس القوم فلان، إلا والرأس هو المثل وهو المقدم. وكان إذا فرغ من أكل الرأس عمد إلى القحف وإلى الجبين، فوضعه بقرب بيوت النمل والذر، فإذا اجتمعت فيه أخذه فنفضه في طست فيه ماء، فلا يزال يعيد ذلك في تلك المواضع حتى يقطع أصل النمل والذر من داره، فإذا فرغ من ذلك ألقاه في الحطب ليوقد به سائر الحطب. وكان يقول إياكم وهذه المجازر، فإن لها ضراوة كضراوة الخمر. وكان يقول مدمن اللحم كمدمن الخمر. وقال الشيخ وقد رأى رجلا يأكل اللحم، لحم يأكل لحما، أف لهذا عملا. واعلم أن الشبع داعية التخمة، وأن التخمة داعية السقم، وأن السقم داعية الموت، ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لئيمة، وهو قاتل نفسه، وقاتل نفسه ألوم من قاتل غيره، وأعجب إن أردت العجب. وقد قال الله تعالى جل ذكره ولا تقتلوا أنفسكم، وسواء قتلنا أنفسنا أو قتل بعضنا بعضا كان ذلك للآية تأويلا. وقال يا بني والله ما أدى حق الركوع ولا وظيفة السجود ذو كظة، ولا خشع لله ذو بطنة، والصوم مصحة، والوجبات عيش الصالحين. أي بني، لما صفت أذهان العرب، ولما صدق إحساس الأعراب، ولما صحت أبدان الرهبان مع طول الإقامة في الصوامع، وحتى لم تعرف النقرس ولا وجع المفاصل ولا الأورام إلا قلة الرزق من الطعام وخفة الزاد باليسير. أي بني، قد بلغت 90 عاما، ما نقص لي سن ولا تحرك لي عظم،
ولا انتشر لي عصب، ولا عرفت طنين أذن، ولا سيلان عين، ولا سلس بول. ما لذلك إلا لتخفيف من الزاد. فإن كنت تحب الحياة فهذه سبيل الحياة، وإن كنت تحب الموت فلا يبعد الله إلا من ظلم. قصة تمام بن جعفر. كان تمام بن جعفر بخيلا على الطعام، مفرط البخل، وكان يقبل على كل من أكل خبزه بكل علة، ويطالبه بكل طائلة، وحتى ربما استخرج عليه أنه لابن جلاد الدم. وكان إن قال له: ما في الأرض أحد أمشى مني، ولا على ظهرها أحد أقوى على الحضر مني، قال: وما يمنعك من ذلك وأنت تأكل أكل عشرة؟ وهل يحمل الرجال إلا البطن؟ لا حمد الله من يحمدك. فإن قال: ما شربت اليوم البتة، وما شربت أمس بمقدار نصف رطل، وما في الأرض إنسان أقل شربا مني للماء، قال: لأنك لا تدع لشرب الماء موضعا، ولأنك تكنز في جوفك كنزا لا يجد الماء معه مدخلا. والعجب ألا تتخم، لأن من لا يشرب الماء على الخوان لا يدري مقدار ما أكل، ومن جاوز مقدار الكفاية كان حريا بالتخمة. وكان أبو يعقوب الذقنان يقول: ما فاتني اللحم منذ ملكت المال. وكان إذا كان يوم الجمعة اشترى لحم بقر بدرهم، واشترى بصلا بدانق، وباذنجان بدانق، وقرعة بدانق، فإذا كان أيام الجزر فجزر بدانق، وطبخه كله، فأكل وعياله يومئذ خبزهم بشيء من رأس القدر، وما ينقطع في القدر من البصل والباذنجان والجزر والقرع والشحم واللحم. فإذا كان يوم السبت ثردوا خبزهم في المرق، فإذا كان يوم الأحد أكلوا البصل، فإذا كان يوم الاثنين أكلوا الجزر، فإذا كان يوم الثلاثاء أكلوا القرع، فإذا كان يوم الأربعاء أكلوا الباذنجان، فإذا كان يوم الخميس أكلوا اللحم. فلهذا كان يقول: ما فاتني اللحم منذ ملكت المال. قصة أبي الهذيل. كان أبو الهذيل أهدى إلى مويس دجاجة، وكانت دجاجته التي أهداها دون ما كان يتخذ لمويس، ولكنه بكرمه وبحسن خلقه أظهر التعجب من سمنها وطيب لحمها، ويعرف بالإمساك الشديد، فقال: وكيف رأيت يا أبا عمران تلك الدجاجة؟ قال: كانت عجبا من العجب. فيقول: وتدري ما جنسها؟ وتدري ما سنها؟ فإن الدجاجة إنما تطيب بالجنس والسن. وتدري بأي شيء كنا نسمنها؟ فلا يزال في هذا والآخر يضحك ضحكا نعرفه نحن ولا يعرفه أبو الهذيل. وكان أبو الهذيل أسلم الناس صدرا، وأوسعهم خلقا، وأسهلهم سهولة، فإن ذكروا دجاجة قال: أين كانت يا أبا عمران من تلك الدجاجة؟ فإن ذكروا بطة أو جزورا أو بقرة قال: فأين كانت هذه الجزور في الجزر من تلك الدجاجة في الدجاج؟ وإن استسمن أبو الهذيل شيئا من الطير والبهائم قال: لا والله ولا تلك الدجاجة. وإن ذكروا عذوبة الشحم قال: عذوبة الشحم في البقر والبط وبطون السمك والدجاج، ولا سيما ذلك الجنس من الدجاج. وإن ذكروا ميلاد شيء أو قدوم إنسان قال: كان ذلك بعد أن أهديتها لك بسنة، وما كان بين قدوم فلان وبين البعثة بتلك الدجاجة إلا يوم.
كانت مثلا في كل شيء وتاريخا في كل شيء. وأقبل مرة على محمد بن الجهم وأنا وأصحابنا عنده فقال: إني رجل منخرق الكفين، لا أليق شيئا، ويدي هذه صناع في الكسب، ولكنها في الإنفاق خرقاء. كم تظن من 100,000 درهم قسمتها على الإخوان في مجلس أبو عثمان يعلم ذلك؟ أسألك بالله يا أبا عثمان هل تعلم ذلك؟ فقلت: يا أبا الهذيل، ما نشك فيما تقول. فلم يرضى باحتضاري هذا الكلام حتى استشهدني، ولم يرضى باستشهادي حتى استحلفني. قصة الأصمعي. تمشى قوم إلى الأصمعي مع تاجر كان اشترى ثمرته بخسران كان ناله، وسأله حسن النظر، فقال الأصمعي: أسمعتم بالقسمة الضيزة؟ هي والله ما تريدون شيخكم عليه، أشتري منه على أن يكون الخسران علي والربح له، هذا وأبيكم تجارة أبي العنبس، اذهبوا فاشتروا علي طعام العراق على هذا الشرط، على أني والله ما أدري أصادق هو أم كاذب. فقاموا ولم يعودوا، فخرج إليه التاجر من حقه وأيس مما قبله. حدثني جعفر بن أخت واصل قال: قلت لأبي عيينة: قد أحسن الذي سأل امرأته عن اللحم فقالت: أكله السنور. فوزن السنور ثم قال: هذا اللحم، فأين السنور؟ قال: كأنك تعرض بي. قلت: بلغني أنك فقدت قطعة بالطيخ فألححت في المسألة عنها، فقيل لك: أكلها السنور، فرميت بباقي القطعة قدام السنور لتمتحن صدقهم من كذبهم، فلما لم يأكله غرمتهم ثمن البطيخة كما هي. قالوا لك: كان الليل، فإن لم تكن التي أكلته من سنانير الجيران كان الذي أكله سنورنا هذا، فإنك رميت إليه بالقطعة وهو شبعان منه، فأنظرنا ولا تغرمنا، نمتحنه في حال غير هذه. فأبيت إلا إغرامهم. وقرب خباز أسد بن عبد الله إليه وهو على خراسان شواء قد أنضجه نضجا، وكان يعجبه ما رطب من الشواء، فقال لخبازه: أتظن أن صنيعك يخفى علي؟ إنك لست تبالغ في إنضاجه لتطيبه، ولكن لتستحلب جميع دسمه فتنتفع بذلك منه. فبلغت أخاه فقال: رب جهل خير من علم. وقالوا: سأل خالد بن صفوان رجل فأعطاه درهما، فاستقله السائل فقال: يا أحمق، إن الدرهم عشر العشرة، وإن العشرة عشر المئة، وإن المئة عشر الألف، وإن الألف عشر العشرة آلاف، أما ترى كيف ارتفع الدرهم إلى دية المسلم؟ وأكل أعرابي مع أبي الأسود الدؤلي فرأى له لقما منكرا وهاله ما يصنع، قال له: ما اسمك؟ قال: لقمان. قال: صدق أهلك، أنت لقمان. رسالة أبي العاص بن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي إلى الثقفي. أما بعد، فإن جلوسك إلى الأصمعي وعجبك بسهل بن هارون واسترجاحك إسماعيل بن غزوان وطعنك على مويس بن عمران وخلطتك بابن مشارك واختلافك إلى ابن التوأم وإكثارك من ذكر المال وإصلاحه والقيام عليه واصطناعه
وإطنابك في وصف الترويج والتثمير وحسن التعهد والتوفير دليل على خبي سوء وشاهد على عيب وإدبار، بعد أن كنت تستثقل ذكرهم وتستشنع فعلهم وتتعجب من مذهبهم وتسرف في ذمهم. وليس يلهج بذكر الجمع إلا من قد عزم على الجمع، ولا يأنس بالبخلاء إلا المستوحش من الأسخياء. والشاعر أبصر بكم حيث يقول: فإن سمعت بهلك للبخيل فقل بعدا وسحقا له من هالك مودي، تراثه جنة للوارثين إذا أودى وجثمانه للتراب والدود. إن الله سبحانه وتعالى جواد لا يبخل، وصدوق لا يكذب، ووفي لا يغدر، وحليم لا يعجل، وعدل لا يظلم، وقد أمرنا بالجود ونهانا عن البخل، وأمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب، وأمرنا بالحلم ونهانا عن العجلة، وأمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم، وأمرنا بالوفاء ونهانا عن الغدر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لم يضع درهما على درهم، ولا لبنة على لبنة، وملك جزيرة العرب، فقبض الصدقات وجبيت له الأموال ما بين غدران العراق إلى شحر عمان إلى أقصى مخاليف اليمن، ثم توفي وعليه دين ودرعه مرهونة، ولم يسأل حاجة قط فقال لا، وكان إذا سئل أعطى، وإذا وعد أو أطمع كان وعده كالعيان وإطماعه كالإنجاز. ومدحته الشعراء بالجود، وذكرته الخطباء بالسماح، ولقد كان يهب للرجل الواحد الضاجعة من الشاه والصحيحة من الإبل، وكان أكثر ما يهب الملك من العرب 100 بعير، فيقال وهب هنيدة، وإنما يقال ذلك إذا أريد بالقول غاية المدح. ولقد وهب لرجل 1000 بعير، فلما رآها تزدحم في الهوادي قال: أشهد أنك نبي، وما هذا مما تجود به الأنفس. فمن أراد أن يخالف ما وصف الله جل ذكره به نفسه وما منح من ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وما فطر على تفضيله العرب قاطبة والأمم كافة، لم يكن عندنا فيه إلا إكفاره واستسقاطه. واعتلال البخيل بالحدثان وسوء ظنه بتقلب الزمان إنما هو كناية عن سوء الظن بخالق الحدثان وبالذي يحدث الأزمان وأهل الزمان. وهل تجري الأحداث إلا على تقدير المحدث لها؟ وهل تختلف الأزمنة إلا على تصريف من دبرها؟ أولسنا وإن جهلنا أسبابها فقد أيقنا بأنها تجري إلى غايتها؟ ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة بالحجرين إلا وهو يريد أن يضع من أقدارهما ومن فتنة الناس بهما. وقال لقيس بن عاصم: إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت، وما سوى ذلك فللوارث. وقال الشاعر: كلنا يأمل مدا في الأجل، والمنايا هي آفات الأمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من نزل وحده، ومنع رفده، وجلد عبده،
وقالت امرأة عند جنازة رجل: أما والله ما كان مالك لبطنك ولا أمرك لعرسك. أما بعد فقد بلغني ما كان من ذكر أبي العاص لنا وتنويهه بأسمائنا وتشنيعه علينا، وليس يمنعنا من جوابه إلا أنه إن أجابنا لم يكن جوابنا إياه على قوله الثاني أحق بالترك من جوابنا له على قوله الأول، فإن نحن جعلنا لابتدائه جوابا وجعلنا لجوابه الثاني جوابا خرجنا إلى التهاتر وصرنا إلى التخابر، ومن خرج إلى ذلك فقد رضي باللجاج حظا وبالسخف نصيبا. إن القوم قد أكثروا في ذكر الجود وتفضيله وفي ذكر الكرم وتشريفه، وسموا السرف جودا وجعلوه كرما، وكيف يكون كذلك وهو نتاج ما بين الضعف والنفج؟ وكيف والعطاء لا يكون سرفا إلا بعد مجاوزة الحق، وليس وراء الحق إلى الباطل كرم؟ إن المال محروس عليه ومطلوب في قعر البحار وفي رؤوس الجبال وفي دغل الغياض، ومطلوب في الوعورة كما يطلب في السهولة، وسواء فيها بطون الأودية وظهور الطرق ومشارق الأرض ومغاربها. قال عمرو الجاحظ: احتجنا عند التطويل وحين صار الكتاب كبيرا إلى أن يكون قد دخل فيه من علم العرب وطعامهم وما يتمادحون به وما يتهاجون به شيء وإن قل، ليكون الكتاب قد انتظم جمل هذا الباب، ولولا أن يخرجوا من مقدار شهوة الناس لكان الخبر عن العرب والأعراب أكثر من جميع هذا الكتاب.